آخر. إذن بالنسبة لريال مدريد لم يسبقه إليه أحد. سنعيد الآن، كان قد فاز في مباراة الذهاب في ميونخ، والباير كان خسر على ملعبه. كابتن عدنان نبدأ معك، هل البايرن خسر النصف النهائي في مباراة الذهاب؟ حتى في مباراة الذهاب أدى مباراة جيدة باعتقادي، كان هو الأقرب. نعم، صنع فرص كثيرة لكن لم يسجل. كنا نتذكر الريال من كرتين أو ثلاثة سجل هدفين. اليوم أعتقد البايرن كان هو الأفضل، أفضل على مستوى استحواذ، على مستوى صناعة اللعب، بناء اللعب، على مستوى التنظيم، التنظيم الدفاع عندما يخسر الكرة، ممكن أخطاء فردية للحارس. أعتقد عكس ريال، نافاز أعتقد كان رجل مباراة اليوم. نعم، بالنسبة للريال كرات كثيرة كانت ممكن تحسب بنزيما أيضا. نعم، اليوم مباراة الموسم بالنسبة لبنزيما، خمس أهداف فقط كل الموسم، اليوم يسجل في النصف النهائي، يعني ظهر في الوقت المناسب، في الوقت اللي يحتاجه الريال. فأنا أعتقد مباراة على مستوى عالي، شاهدنا مباراة كبيرة جدا، يحسب لبايرن أنه تعامل مع المباراة بشكل رائع جدا. واضح جدا الثغرة بالنسبة لريال مدريد في جهة اليمين، لوكاس لاعب مهم، لاعب جيد، لاعب على مستوى عالي، لكن صعب جدا يلعب بهذا المركز، وبالتالي كانت هذه الجهة نقطة ضعف الريال. لكن زيدان لم يتدخل، كنا ننتظر في كل وقت الشوط الثاني أنه زيدان يتدخل لوضع حد لهذه الثغرة اللي كانت تشكل خطورة كبيرة على ريال مدريد، لكنه لم يتدخل إلا في آخر وقت في ثلاث دقائق الأخيرة. هذا هو الهدف اعتقادي، كان في مؤثر جدا، يعني تخرج متعادل الشوط الأول، نتيجة جيدة بالنسبة للبايرن، لكن في الدقيقة الأولى خطأ فادح، خطأ مؤثر. نعم، بالنسبة للحارس أعتقد صعب الأمور، ولكن عاد البايرن وضع فرص كثيرة. على العموم هدف مبكر إذن بالنسبة للبايرن أولا، ثم هدف مبكر أيضا الثاني لريال مدريد، أراح كثيرا ريال مدريد، لكن عاد البايرن بعد ذلك لم يستسلم. هو أكيد الأخطاء في كرة القدم تحصل، خاصة أنه الحارس على مستوى التوقع والتعامل أنت عامل بشكل جيد وتسجل الهدف الثاني، كما كان الهدف الذي سجله معنا سجله أسينسيو، الهدف الثاني كان خطأ من برنات في عملية الترجيح معنا التعامل في الكرة. لذلك في بعض الأحيان التركيز مطلوب في مثل هذه المباريات، خاصة في بداية مباراة، في بداية ما بين الشوطين لما يعود الفريق، فأكيد أنه هذا الخطأ أثر على المباراة قطعا بدون أدنى شك، لأنه كذلك لا ننسى أنه ركلة الجزاء أثرت، لأنه لو بايرن عاد إلى حجرات الملابس بين الشوطين متقدم بهدفين لهدف ركلة الجزاء ستكون مغاير بالنسبة لريال بالنسبة لبايرن. لكن لو نعود إلى المباراة، ليفاندوفسكي أنا لم أشاهده في المباراة، ولا مولر. مولر بدرجة افضل، انا مهاجمان ليفاندوفسكي على المستوى، لما نتكلم على مهاجم ذهابا وايابا، نتكلم على ليفاندوفسكي في مباراه الذهاب ومباراه هذه خمس مباريات لا يسجل، لا يسجل. انا لا اتكلم على التسجيل، اتكلم على فعاليه ال حراس حربه يجب ان يسجل. كذلك ريبيري في الشوط الثاني كان اقل من الشوط الاول، ولو نعود الى الربع ساعه او 20 دقيقه الاخيره لما المدرب هانكس كان يريد ان يقوم بالتغييرات، ليس هنالك دكه تحتيات قويه بالنسبه للبايرن. لاحظ دخول فاغنر، وانا ارى انه هذا المهاجم عادي، يعني مهاجم ليس مهاجم على المستوى نهاية أيامه. ثم لما نزل مستوى خامس رودريغيز قام بدخول مارتينيز، لأنه ليس لديه دكة احتياط. اليوم لما نتكلم عن في مثل هذه المباريات تحتاج إلى دكة احتياط لاعبين قادرين أن يرفعوا مستوى البايرن، لأنه قدموا أداء جيد في الربع ساعة الأخيرة، نزل على المستوى البدني بعض اللاعبين، نزل مستوى. لذلك دكة الاحتياط أنا أراها حسمت المباراة. لكن لا ننسى أن بايرن ميونخ لاعب بدون خمسة لاعبين أكيد نجوم، مش لاعبين، لما نتكلم في هذا المستوى نتكلم على خبرة كذلك فريق. نعم، نتكلم على خبرة ريال مدريد في التعامل مثل هذه المباريات. أكيد أن هنالك أخطاء تحكيم، هذا سنتركه للتحكيم ليحكم في صحتها من عدم صحتها، لكن نتكلم على خبرة تعامل مع المباريات. بالرغم أن هنالك ضعف على الجهة اليمنى، أين يتواجد فاسكيز، بالرغم أنه بايرن في كم من مرة ألابا يتواجد، هذا احتفال من حقهم أن يحتفلوا وأن يتواجد، يمكن الفريق قادر أن يحقق
رقم ال 13 مبكر، رقم 13 مبكر. لا لا هو هذه رقم 13 لابد من احترام الخصوم الثانيين كذلك ليفربول وروما. لذلك هذه حرب نفسية اوكي يعتقدون انا اكيد من حق الفريق ان يحتفل، لكن من حق كذلك ان هنالك فرق اخرى قادرة ولها كذلك متعطشة للشامبيونز ليج. روما إذا تأهل سيكون أول مرة، ليفربول يريد الحصول على السادسة كذلك ومعه توهج هجومه. ولكن نعود إلى المباراة بالرغم أن هنالك ضعف على الجهة اليمنى، أين تواجد فاسكيز؟ ما رأيك في الهدف الأول كابتن؟ ريال مدريد، هدف ريال مدريد دي هدف كان ممتاز، في عمل جيد من 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 كوفاسيتش في عمليه تغيير اللاعب الى الجهه اليسرى يتواجد مارسيلو. كذلك تعامل انا ارى ألابا كانه طمع اللاعب ألابا مع المهاجم بنزيما، لانه بنزيما ذهب الى القائم ثم موه انه سيذهب الى الداخل ثم عاد به الى خارج الى الخارج، ولذلك هذه الاخطاء تحدث. يعني وانا كنت ظهير واعلم لكن كان افضل لاعب في البايرن، اي انه لاعب يخطئ فيها على مستوى المستوى الطبيعي. نعم لكن كان افضل لاعب في البايرن، هو على جيد نعم. هو جيد على المستوى هاي اللقطه كابتن 28 تمريره بالنسبه لريال مدريد الهدف الاول صناعه اي لكن هو التعامل ريال مدريد كان جيد في عمليه في هذا الهدف بالذات. لكن اعطيت المباراه انا اظن انه فريق الباير كان افضل على مستوى وسط الميدان. انتقال بالكره لم يكن هناك ضغط، الضغط كان سلبي على مستوى لاعبين وسط الميدان. ريال مدريد اكيد لاعبين على مستوى جيد، لكن كوفاسيتش كانت عنده بعد تناقل الكرات كانت الرؤيه كانت جيده في عمليه تغيير وجهه اللعب توجهت اللعب اللي كانت الجهه اليسرى لم يكن تواجد فيها كيميتش في عمليه تعديل النتيجه، وكان معنى استحواذ بدون ضغط على حامل الكره، كان معناها الضغط كان سلبي. لكن تغيير وجهه اللعب مع التعامل بشكل جيد بالرغم كيميتش كان موجود، لكن الامكانيات الفنيه حقيقه لمارسيلو كانت جيده، مع وضع العرضيه في بعض الاحيان تكون اكثر ممتازه. تموقع بنزيما هدف التعادل كان جيد. بالرغم من هذا الهدف كان معنى البايرن لو سجل هدف ثاني قبل ان يسجل مدريد كان سيعادل النتيجه. لكن المباراه انا اظن انه التغييرات او الدكة الاحتياط صنعت الفارق. الهدف الثاني كابتن محمد بالنسبة لبنزيما يعني توقيته مهم بالنسبة للريال، الضغط منذ البداية الثاني الضغط الكبير والأخطاء الموجودة سواء من حارس المرمى أوريتش أو تولوسي في عملية الترجيع إعادة الكرة، إنما هنا الضغط الموجود في بداية الشوط الثاني وده اللي كان المطلوب بالنسبة للريال تفادي البداية السيئة نوعا ما في بداية الشوط الأول والخطأ الكبير لحارس المرمى وهدف سهل بالنسبة لبنزيما. بنزيما النهارده ثقة زيدان كانت في محلها، قدم مباراة كبيرة في توقيت مهم بالنسبة له، واعتقادي ان مثل هذه المباراة تبقي بنزيما في الريال. يعني انا فاكر اخذ مباراة اتلتيكو نعم مباراة برضه نصف نهائي دوري الابطال، قدم مباراة كبيرة كان سبب رئيسي وسبب كبير في بقائه. انما يحسب للريال مدريد انه رغم في كلا المباراتين لم يكن هو الافضل لكن تأهل، لكن تأهل نعم، لم يكن ابرز نجومه في المستوى ولكن تأهل. صحيح. هناك خبرة وهناك شخصية وهناك حافز أو سد نفسي ومعنوي بالنسبة للمنافسين. النهاردة لما أسمع مولر لما أسمع كيميتش بعد المباراة الأولى يقول لك إحنا لعبنا أفضل وأحسن إنما الريال كسب، ما نعرفش كسب إزاي، فده عامل مهم. الخبرات الموجودة للفريق، تعامل زيدان مع الغيابات والإصابات كان تعامل نوعا ما جيد، الظروف المحيطة للفريق جيدة، الوصول للمرة الثالثة على التوالي للنهائي ممتاز. نعم. اعتقادي ان ده يحسب للمنظومة ككل، يحسب لزيدان، يحسب للاعبين. نعم. التعامل مع المواقف الصعبة. نعم. الفريق تحت ضغط انما يقدر يتعامل، عمره ما الثقة في النفس. نعم. وفي الفريق لم تهتز، ويحسب لهذا الجيل او هذا الفريق انه وصل في 3 سنوات على التوالي للنهائي بالنسبة. هذا رقم قياسي اخر يحسب ايضا لزيزو، زيزو الذي في حديث دائم مع المساعد لكن يستفيد. هذا لا يخجل زيزو انه يتلقى كثير من الشروحات من مساعده الشاب الذي لم يكن في مستوى زيزو كلاعب. لكن تغييرات تأخر كابتن ام هذا ما لدى زيزو ايضا؟ قلنا بان بايرن ميونخ ليس لديه ادوات على الاحتياط، نفس الشيء بالنسبه لزيزو. يعني هي المشكله كانت في الظهير الايمن، عدم وجود كارفخال، وجود فاسكيس هو كبديل عطفا على اداء او الوحيد الحل الوحيد. نعم، ال 20 دقيقه اللي اداها في مباراه الذهاب امام بايرن ميونخ ففضل انه يشركه في بدايه المباراه. لما تقريبا بعد ربع ساعه شفنا ناتشو يجري سخن. نعم، يعني ناتشو كان ممكن ينزل بالربع ساعه الثلث ساعه الاولى، شفناه يجري عمليات الاحماء، كان يفكر بطريقه ممكن انه يخرج لاعب في وسط الملعب، يخرج ايضا فاسكوس يب و
إلى الشوط الثاني. تغييرات الشوط الثاني كلها فقط ردة فعل، يعني لما بخروج بنزيما ودخول بيل يبحث عن الهجم المرتدة، الكونتر أتاك، السرعة الموجودة، السرعة الموجودة في بيل، لكن يمكن بيل من زمان ما كان يشارك، يعني يشارك باستمرار، وهو بكل تأكيد يشعر أن أيامه بقت قليلة محدودة. في ريال مدريد محدودة ومعدودة. نعم. ودخول كاسيمير في وسط الملعب للحفاظ على وسط الملعب، خصوصا أن الفريق بدأ يكون أكثر متراجع إلى منطقة عميقة في 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 دفاع مدريد، وبالتالي بحاجة إلى لاعب مع كروس في وسط الملعب لعمل النظام في وسط